تواصل السلطات المختصة في أوكرانيا التحقيق في حادثة سقوط طائرة من نوع سخو 27 أثناء تدريبات عسكرية مكتب المدعي العام العسكري في المنطقة الوسطى أكد أن المحققين عاينوا مطارا بضواحي بولطافا أين كانت تنشط طائرة كما يتم استجواب الأشخاص المعنيين بالحالة التقنية للطائرة هذا وفتحت الشرطة الأوكرانية قضية جنائية اعتمادا على المادة المتعلقة بانتهاك قواعد الطيران فيما يواصل المحققون والمتخصصون في تكنولوجيا الطيران عملهم في موقع تحطم الطائرة هذا وكان الحادث الذي وقع امس ادى الى مقتل طيارين كان على متن طائرة سو 27 اثناء تدريبات عسكريه بعد العثور على الصندوق الأسود سيتم التعرف على أسباب الحادث المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة تبلغ بضع مئات من الأمتار هناك أثر انفجار في الجناح حيث بدأت الطائرة على الأرجح بالسقوط فوق منطقة سكنية لكن الطيارين تمكنوا من الخروج من المنطقة ويعمل عشرون محققا بما في ذلك مكتب المدعي العسكري